حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا
الغربية الأوروبية. فهي الأشياء بتكون مدروسة، بس أنا بحب أكثر التلقائية بحياتي وبمواضيعي. سوزان، من بعد يعني طليتي بال96 وغبتي عنا ل3 سنين، إذا فينا نقسم، يعني أنا بدي أقسم شوي 3 مراحل، هي من ال96، مرحلة 96 وطلتك على الناس وفوزك بالميدالية الذهبية ببرنامج استوديو الفن، ومن بعد المرحلة اللي هي بين ال96 وال2000 وال2000 لليوم اللي هي العودة. هالثلاث مراحل شو بيشكلوا عندك؟ كل مرحلة شو بتعطيكي؟ أول مرحلة بيبي، يعني بعتبرها بيجنر، كانت بريئة بكل شيء، حتى باختياراتي حتى بطلعاتي. المرحلة الثانية كان فيها شوي بعد عن الساحة الفنية، بس كان فيها شوي كسبت خبرة وانضجت أكثر. ما كانت خسارة، بالعكس، يمكن لو قدمت أعمال ما كنت راضي عنها ومش عن وعي قدمتها ومش عن دراسة كنت بدي اندم هلأ عليها. فإجا التأخير الحمد لله لصالحي مش ضدي. دايما مع نضوج الإنسان بصير اختياره أوعى وأصح. فبعتبر أنا من ال2000 لهلأ الحمد لله أنه كتير راضي عن خطواتي، وبشكر كتير الإكيب العمل اللي رفقنا من سنة الـ2000 من وقت ما كنت بباريس. هل أنت بتسمعي نصيحتهم؟ يعني فينا نقول أنك يعني أنوع مثلا إذا فريق العمل شايف فكرة معينة أنت أنا من كتير فيها، أنا من ممكن. يعني من منطلق أنه بوثق بكل إنسان عنده خبرة بمجاله. يعني أي إنسان بحترم، يعني بيكون عنده خبرة بحترم خبرته وبمشي معه بثقة وعلى عمياني بدون ما أسأل. حلو كتير. طيب سوزان، لأنه عم نحكي أنه عن العودة اليوم تعتبريها مرحلة حبيتيها هلأ لأنه ما بتندمي على شيء بين ال96 لل2000 الحمد لله. فخليني أقول يعني عودتك هلأ بتحسيها أصعب ولا أسهل؟ يعني اليوم عم نشوف كتير في أصوات جديدة عم تنزل على الساحة، في أغنيات جديدة، في فنانات، في فنانين جدد. هل بتعتبري أصعب الواحد يبرز هلأ ولا أسهل بما أنه في كتير أصوات عم تطلع؟ بالنسبة لإلي لا أصعب ولا أسهل. ليش؟ لأنه كل إنسان عنده شيء يعطيه من نفسه، كل إنسان مميز عن التاني بموهبته بطلته بإكيب العمل تبعه بخياراته. فما فينا يعني نحكم على الموضوع هيك بعشوائية أو مجرد ما نقول أنه صعب أو هين. أكيد كل 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 مهنة وخصوصا المهنة اللي فيها فن هيدي بتكون كتير صعبة لأنه فيها إبداع، فيها شيء من نفسك من ذاتك عم تحطيه يعني. وبعدين شغلة تانية أنه في هالجمهور اللي ما فيك تغشيه أبدا، يا بيقبلك يا بحبك. ما في واسطة، يعني ما في واسطة، هيدي شغلة ما في. سوزان، رح ننتقل كمان إلى سؤال آخر من الشخصيات، مين بتحبي يسألك هلأ؟ دمازيل كاتيا. كاتيا طبعا مذيعة بأرتي الموسيقى، وكان إلي كمان لقاء معها، أكيد رح نشوف حلقتك قريبا من خلال برنامج ميوزيك هاوس على أرتي الموسيقى. قبل ما نسمع سؤال كاتيا، لما رجعتي على الساحة الفنية حسيتي الصحافة كيف استقبلتك الصحافة؟ بقلب كبير مثل ما دايما تعودنا عليها وعرفناها. بقلب كبير وبكلام كتير حلو وبتشجيع كبير، وبشكرهم كتير أنا من قلبي. وبالنهاية يعني الصحافة هي اللي بتصنع فنان، هي اللي بتصنع نجم. سوزان، في بعض الفنانين أو النجوم بيعتبروا يعني بيفصلوا علاقتهم بالصحافة، يا إما بيكون عندهم علاقة وطيدة معهم، يا إما بيقولوا إنه خلينا يكون في حدود شوي خير الأمور الوسط. أنا شخصيا بحب الصحافة تتدخل بأي شيء بقدمه كفن كعمل. بس الأشياء الخاصة بفضل أحتفظ فيها لنفسي. هيدي هي بس الاعتراض اذا في شي سؤال. اوكي، بس غير شي بعملي لهم الحق الكامل بالنقد، بال يعني يعطوا رايهم بكل. حلو كثير، رح نشوف اذا كاتيا كادي شو ممكن تكون سالتك.
اول شيء بدي اقول لكم بونسوار لكم، بونسوار جمانة، بونسوار للفنانه سوزان تميم، تحياتي لكم كلكم لكل المشاهدين اللي عم يشوفونا على قناه ار تي الموسيقى. سؤالي للفنانه المتالقه سوزان تميم، عرفناها سنه 96 بلش يظهر اسمها وبلش تطلع ادراج السلم الفني اذا فينا نقول درجه درجه، وبلش يلمع اسمها بالفتره الاخيره، ولكن غابت عنا وبعد فتره كبيره اذا فينا نقول رجعت. شو سبب غيابها للفنانه سوزان تميم وشو الظروف اللي خلتها ترجع ومع اكيد كل اعمالها الحلوه؟ ثانك يو لكم. سؤال انسال كثير، ليش سافرت؟ سافرت على لندن بالاول 4 شهور، بعدين مضيت كل الوقت لرجعتي بباريس بسبب شغل. تركت لبنان رحت على شغل، فضلت كمان اتلقى تعليم فوكاليز وسولفيج بباريس، هيدا اللي اكثر شيء كمان شغلني وخلاني قاعده هونيك. سبب طلعتي من هون ظروف خاصه، نحن بنحترم انه ما نخوض فيها بما انه قلتي، مع انه انا بحب اكون كثير صريحه عادي احكي، انا ما راح اسال زياده اذا بس قلت انه الاشياء اللي كثير كلوز من حياتي بفضل شوي خليها لالي، خليها لالي. نحن اكيد نحترم. ميرسي على سؤالك كاتيا، وسوري اذا ما كانت الاجابه كثير واضحه وسهله. نحن بهمنا تكوني مرتاحه، واكيد كل انسان بيكون عنده نظرته بهالموضوع انه يخلي الاشياء الخاصه له. بلكي بنرجع للاجواء الفنيه عن جديد من الالبوم الاول والجديد، خلينا نقول ساكن قلبي، كان في اغنيه وينو حبيبي. نعم. هالاغنيه بحسها كثير قريبه منك. مزبوط. نعم. ليش؟ بتلاقي كثير ناس بطريقك بتحبيهم وبتضيعيهم، لان بتحزني لانه تضيعيهم، و هيدي هي هيك قريبة طبعا. وينو حبيبي رح نسمع، سمعنا بالأول ساكن. Yeah.
ظهرتنا مباشرة على الهواء من استوديو المشاهدين وأكيد بحضور نجمتنا الفنانة سوزان تميم. نشكر كل الأصدقاء اللي ابتدوا يبعثوا إيميلز ويبعثوا فيها النسب المئوية. بعد شوي رح ننتقل لعند رامي لنشوف وين صارت، لكن منتابع أكيد حلقتنا معك سوزان. يعني من بعد ما انطلقتي من برنامج استوديو الفن فزت بالميدالية الذهبية وكان النجاح، ابتديتي بأغاني سينجلز تنزل. نعم. أغاني فردي لحالة. نعم. بدون ألبوم. ليش؟ هل كان صعب أنه فنان جديد أو وجه جديد أنه يكون عنده ألبوم ست أغاني أو سبع أغاني أو العدد اللي هن بوقتها، ولا اختيارك؟ لا مش اختياري، كان بهالفترة شركة الإنتاج متبعين هيدي السياسة أنه ينزلوا سينجل بألبوم منوعات، بينزلوا فيه نجوم كبار أسماء كبيرة ونجوم مبتدئين أسماء، واللي الفنان اللي مثلا بحالفه الحظ بتضرب غنيته، مع انه انا ضد هالموضوع هيدا، ساعتها بيعملوا له ألبوم. هلا هيدي شغله بوقتها ما كنت قادره انا احكم عليها، كان في كمان ناس قيمين على الموضوع، وكمبتدئه ما فيك تفرضي شيء على حدا. فأنا ضد هيدي السياسة صراحة. بتعتقدي حالك انظلمتي يعني بفترتها، ولا حبيتي انه لا طبعا كانت طبعا ظلمتي طبعا، ما بيعطوا الانسان حقه ولا بيعطوا فرصته اللي لازمه. طيب بوقت اللي طرحت الاغاني الفرديه خلينا نقول، يعني بنتوقع انه بعد العوده يرجع يكون في تعاون مع الاسماء اللي ابتديتي مع مثل الاستاذ لياس الرحباني، الاستاذ سمير صفير وغيرهم اكيد من الاسماء الكبيره. يعني انا بشرفني التعامل مع أي. الكل، اي اسم اي ملحن بشرفني التعامل معه، بس انا صارت فيني انه بعدي عن بلدي. هو اللي عمل هالمسافة أو مش جافة، بدي أقول ما في جافة بقلبي دايما، عدم استمرارية استمرارية التعاون صح شمانة، بس إنه إن شاء الله بألبومات لاحقة وبأعمال جاية أكيد يعني بدي أتعامل معهم إن شاء الله. نحن طبعا رح نذكر كمان إنه في أسماء كتير كمان كبيرة بالألبوم اللي نزلتيه، لكن رح ننتقل إلى بلكي بنسمع حدا من الشخصيات. مين بتحبي هلأ نسمع؟ أستاذ نبيل أبو عبدو. استاذ نبيل ابي عبدو اللي كتب لك ما بتلاحظ؟ ما بتلاحظ على حد. رح نشوف شو ممكن يكون قال عنك، بس سالني. سوزان تميم انا بعرفها من زمان. طبعا هي غابت شوي عن الساحه الغنائيه ورجعت هلا طلت بطله كثير حلوه، سي دي جديد ناجح بيتضمن اغاني كثير حلوه، ومن بينها طبعا اغنيه ما بتلاحظ اللي هي من كلماتي ومن ألحان الفنان المبدع وسام الأمير. أنا سمعت الأغاني مثل كل الناس بالإذاعات وبالتلفزيون، وفاجأتني اسم الله سوزان بهالطلة الحلوة، بهالصوت الحلو القدير، بهالحضور المميز، وخاصة بأغنية ما بتلاحظ. بتمنى لها النجاح الدايم لسوزان، إن شاء الله الأعمال الجاية كمان تكون أنجح وأنجح. ميرسي أستاذ نبيل، شهادة بعتز فيها، ميرسي كتير، من شاعر كبير. أول مرة تلاقيتي بالأستاذ نبيل أبو عبدو كان من خلال أغنية ما بتلاحظ. نعم. مزبوط، صار الاتصال وقت اللي كنت بخارج لبنان. نعم. طيب كيف تم اختيار اسماء اللي تعاونتي معها بالالبوم؟ يعني وقت اللي كنتي بباريس او بين باريس ولندن كان يوصلني كستات مسجله. مع انه انا هالفكره يعني بس انه ظروف فرضت علي انه انا بفضل يكون في لقاء حي مباشر شخصي، بس فرضت ظروفنا انه يصير هيك. كان يوصلني كستات مسجله ديمونستراسيون وكنت اسمعها ونحاول قد ما فينا هيك نتخيل الغنيه بالفينيساج وبهيك، وعلى هالاساس تم الخيار. كل الاغاني اللي سجلتيهم بالالبوم كلهم وصلوا لك كاسات ولا لا؟ لا في اشياء بمصر تسجلت يعني بدون ما انا حتى اسمعها، كان اكيد العمل هو اللي نقاها اختارها واكيد بشكرهم على اختيارهم وبوثق فيه. في اغاني انسمعت، في كثير غير هالاغاني اللي تسجلت انسمعت، وفي اغاني كثير اخذناها وسجلناها وما نزلناها، وفي اغاني كثير اخذناها كمان لا سجلناها. يعني بالشغل يعني من كله كثير، في من كل شيء. مش مزعله حدا.
الفريق اللي فشلنا معه بتمنى انه مرت الثاني يقدم لنا اعمال احلى، واللي نجحنا معه ان شاء الله كمان نجاح مستمر. وبشكرهم جميعا، كل اللي فكروا فيني وكل اللي عطوا من نفسهم انه يعملوا لي لحن، بتشكرهم كثير. سوزان، من طريقه الحوار او الحديث اللي عم نحكي عنه، ذكرتي انه البعض منهم ان شاء الله برجع بكمل عن جديد تعاون، والبعض منهم متوفق غير مره. اكيد بتعاونك تقريبا مع حوالي 13 اسم بالالبوم، ما بين ملحن وشاعر وموزع موسيقى، مين ما رح اسالك مين ما رح تكرري التجربه معه لانه بكون سؤال كثير واقح بتصور، بس خلينا نقول مين ان شاء الله مأكده انك رح تكرري التجربه معه، لو اسم واحد او عم تبلشي تحضري كلياتهم بالالبوم كل الجاي. الاسماء هلا في اسماء حتزيد، يعني في ملحنين ثانيين حينضاف اسمهم هلا. لهلا في ملحن استاذ زياد بطرس اسمه ما وارد، تحياتنا طبعا. لحد هلا هذا اللي بقدر اقول لك، اسماء ثانيه بعد ما فيني اقول. واكيد يعني بتمنى انه اللي حضروا لي يكون عندهم كمان اشياء غير. اكيد سليم سلامي عنده اغنيه لإلي اسمها انا اللي عشقك، كمان هي نازله بالالبوم الجديد. بلشتي تنقلي، خلينا نخلي لك سربرايزات حلوين. لا قولي بعد الحلقه قدامنا، يعني بعد ما نحكي كثير عن اشياء قادمه كمان. ننتقل لسؤال هلا، سمعنا راي الاستاذ نبيل، مين بتحبي يسالك؟ سليم. سليم على فكره هلا بنسمع سؤاله للملحن الاستاذ سليم سلامي، نحضر سؤاله اذا جاهز. ليه ابتسمتي بس قلتي اسم سليم سلامي؟ لانه انسان اهضم من هيك ما في، يعني مستحيل اجتمع انا وياه الا ما تقلب جلسه ضحك. مزبوط. يعني بشيل الهم عن القلب. طيب رح نشوف شو ممكن يكون سأليك. جاهز السؤال؟ طيب الى حين تجهيز السؤال، خلينا نتحدث شوي بعد عن الالبوم اللي انطرح، اللي هو ساكن قلبي. شفنا فيه تلوين او انواع غنائيه جديده، يعني سمعناكي بالطرب الشعبي والطربي، وهيدا اللي اول مره طليتي فيه على الناس. شفنا اللبناني، شفنا البدوي والمصري، وفي ايقاع، وفي كمان نوعا ما من الطرب الشعبي. كنت قاصده انك تغني بلهجات مختلفه باول البوم، يعني كانك عم تقولي عن للناس كلهم بالعالم العربي، ليك وسوزان فيتي لعندكم كلكم مش بس بلبنان. هو عاده فضلنا كخطه انه نطرح عده الوان وبنترك للمستمع للجمهور الخيار، يعني باي لون بحبني اكثر وبلاقيني اكثر بلاقي حالي، مطرح ما هو بلاقيني انا بلاقي حالي، ما فيني انا افرض حالي بلون معين هو ما يحبه، ما يحب يسمعني فيه او ما يحب يشوفني واقفه عم غنيه. سو من هالمنطلق نوعنا. هلا الكاسيت الجايه ان شاء الله كمان بيكون منوع. بس اكيد شو حسيتي من الكاسيت الاول انك رح تعملي بالكاسيت الثاني؟ لبناني. الحمد لله ما بتلاحظ على حالك، غنية اخت كتير عندي جو كتير حلو، صدى حلو. وان شاء الله بنسمعكم اياها. قبل بدي ورجيكم اياها كليب وبعدين بسمعكم اياها لايف. اوكي ننطر الكليب تاذن لما بتلاحظ ان شاء الله. لا انا حبيتها كتير، اللهجة البدوية البيضة على شوي درام، موضوع فيها موضوع حلو. وانا من النوع اللي اي موضوع بمس حياة المرأة او مشكلة من مشاكل المرأة بحب اعالجها، يعني بتعرفي ما شاء الله الشرقيين قديش يعني ما شاء الله مش مضيعين وقتهم، فبحبوا التنويع بالنساء يعني. فانا عالجت هالمشكلة هون وشرحت شوي احساس امرأة بتحب شخص مش قادرة تخونه، بس بنفس الوقت مش قادرة تصونه لأن شايفته عم بخونه. شو بتعمل بهيك حالة؟ بتعمل بهيك حالة إنه ما حقول العين وبالعين والسن وبالسن، بتعمل غنية وخلص تكتسب تقعد ببيتها. إن شاء الله بس نسمع هالغنية نتذكر عن أي موضوع عم تحكينا بالألبوم الجديد. أكيد راح ننتقل إلى أستاذ سليم سلامي نشوف شو سألك. هلا عن جد بدون ضحك، لانه ما معقول يعني بحكي كلمه بدك تضحكي، لا هالمره لا، السؤال جد وبدك تجاوبي عليه بكل صراحه. شوفي كل اللي سمعوا سوزان وشافوها بيقولوا انه هي فنانه بتنجح لانه شكلها حلو. انا ما بحس شكلك عادي، شو بعرف انه يعني حلوه بس انه مش كثير. ف
فبحس انه صوتك احلى، فيا ريت تجاوب على السؤال وبضمير. معلش هو سؤال محرج، يعني مش معقول واحد يسال انه تيجي تحكي عن جمالك كمان هيك، شو رايك؟ سؤال بيطير العقل، وكنت حابة لو ما انت سألته أنا أسأله، لأنه بفشل لي خلقي صراحة، لأنه ما بحب أتهم أنه أنا سلعة، بردون على التعبير، أو إنسانة بس نوجدت بالمجال الفني بس كرمال تعرض حالة. فأنا بحترم كتير الإنسان اللي بيحترم المجال اللي فايت فيه واللي بيشتغل فيه، يعني ما يتعدى على مصلحة. صح. فأنا الحمد لله مني متعدية على المصلحة، أخد شهادة من بروجرام كتير مهم، ومن مخرج كتير اسمه معروف مهم، وأخد ميدالية ذهبية. مش عم بشكر بحالي، بس الحمد لله أنه كان من حظي الحلو أنه مرقت قدام لجنة حكم، وانه ما جيت على الفن عشوائيا او هيك من الباب للطاقه، بردون على التعبير. الحمد لله من حظي انه شاءت الظروف اني امرق بهالبروجرام هيدا، واخذت غنيت بعد يعني امتحان. صح. وانا بقول ان شاء الله بلبنان يصير في لجنه تحكيم مضبوطه تحكم على الاصوات قبل ما تنزع أغانيهم بالإذاعات وتنعرض كليباتهم، يكون في رقابة، لأنه بالنهاية هن سفرة لبلدنا. نعم. فبتمنى أنه يكون في رقابة لك، تكون صورة لبنان كتير حلوة مثل ما هي دايما عرفناها. هلا كوني حلوة، ايه حلوة كتير سليم. لا مزبوط، مش بس جميلة، جميلة جدا. وانا بدي اقول شغلي هون، انا شفت سوزان على التلفزيون او بالكليب وبالصور، قلت انه جميلة جدا، مبينة حلوة كتير. قلت نشوف على الطبيعة، فتلاقيت انا وسوزان قبل الموعد الحلقة اللي كان مفروض تكون من اسبوعين، كنا طبعا الحمد لله على السلامة، مرضي سوزان ورحنا زرناها بالمستشفى ويد خبرية، فشفت سوزان بدون مكياج وهي مريضة. فعلا حلوة يا حياتي. فعلا حلوة. هيدا الشيء بقوله يعني أنا حقيقة. بؤمن بشغل كتير إنه الجمال مش عبارات ومش فلسفة. صدقيني جمانة، يا رب تكون روحي حلوة، وهو بينعكس لبرا. وأنا يا رب يا رب شفتوا الاثنين، شفت الخارجي يا ريت يشوفوا فيني روحي أكثر من شكلي. أكيد العالم بتحبك مش بس للجمال الخارجي اللي هو حلو كمان، لكن عندك شيء بالداخل هيدا كمان بيخلي الناس تحبك اكثر. مشان هيك مش بس بضحكك لك استاذ سليم، ضحكنا كلنا. لا سؤال مهضوم، رح ننتقل الى سؤال ثاني كمان. شو رايك مين ممكن يسالك؟ شو برنار اكيد مدير اذاعه نجوم لبنان، نشوف شو ممكن يكون سالك. انا هون بدي اوجه لها تحيه لسوزان تميم، وبدي اسالها سؤال. اذا الحظ لعب دوره مع فنيا، وين كان سيء وين كان الى جنبها؟ انا مش من الناس المحظوظين، ومش من الناس اللي بيعتمدوا على الحظ بحياتهم. يعني بتعب ليش مش من المحظوظين، مثل ما متعارف انه المحظوظ اللي عنده شانس دون لافي، انه كل شيء بيجي لعنده على طبق من 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 دون ما يتعب، من فضه او من ذهب بدون ما يتعب. انا من الناس اللي كثير بيتعبوا ليوصلوا لشيء، من انا وصغيره اي شيء بدي احصل عليه بتعب كثير وببكي كثير لاحصل عليه. معنيك وحيدة ومفروض تكوني غنوجة. ايه لا غنوجة، بس انه مثلا تأنجح لازم ادرس كثير. عرفتي كيف؟ انه من هالنوع، كثير بتعب توصل لشغلتي، وبشغلي بتكل على اراء واعيه، على دماغ صاحيه، على ناس عندهم خبره، مش بتكل كيف ما اجت تجي يلا من زتها. عرفتي كيف؟ ما بيقولوا لا، بتكل على ناس عندهم خبره مثل ما قلت لك، وهيك، وبعدين كل شيء بيجي من ربنا كثير منيح.
كتر خير الله. موفقة أكيد، وإن شاء الله ثمرة التعب بلشت تظهر من أول عمل لك سوزان. رح ننتقل مرة جديدة لأجواء الفنية، بلكي بنسمع شيء كمان من كلمات وقفتنا مع أغنية اسأل عليا. حبينا نرجع نتذكر
وقفتك قدام لجنة الحكم وفوزك بالميدالية الذهبية، فكانت تحية للمرحلة اللي انطلقت منها، وهذا الشيء كتير بيحمل ذكريات حلوة. تحية وفا وتحية شكر. سوزان، نحن تقريبا شرفنا على آخر جزء من حلقتنا الليلة. للأسف ما بتنتركوا. ولا أنت بتنتركي أبدا. أكيد رح نشوف بعد شوي نتيجة النسب عند رامي النهائية. آخر شيء بدنا نحكي عنه هو شو الأكثر شيء بتذكريه بخليك تكوني فرحانة، شو الأكثر شيء بتذكريه بخليك تكوني زعلانة؟ أكثر شيء بفرحني وجود ناس بحبوني، وأكثر شيء بزعلني وجود كمان ناس بحبوني وغيبين عني.
I'm
يوم كامل من الترفيه معنا يقل عن سعر نصف علبة من المخلل. خلال أجمل الحفلات أكبر المهرجانات مع الفنانين ومطربي العالم العربي والخليج يحيون أمسياتكم بأروع الأنغام والأغنيات الحديثة ليجعلوا من حفلات الخميس موعداً مميزاً مع الفن على قناة الموسيقى. هذا الخميس ترقبوا حفل الفنان نبيل شغيل والفنان عبدالله الرويشد.